أعمار النجوم والمشاهير أكثر ما يثير فضول الجمهور، ويبحث الكثير منهم في أغلب الأوقات عن أعمارهم الحقيقية. نجوم جيل الشباب فاجأوا الجمهور بأعمارهم الصغيرة رغم شهرتهم ونجاحاتهم الفنية. إليكم في هذه الحلقة أبرز أعمار النجمات. ميان السيد واحدة من نجمات جيل الشباب التي خطفن الأنظار خلال السنوات القليلة الماضية، واستطاعت أن تثبت موهبتها وتحقق شهرة كبيرة رغم أن عمرها 24 عاماً فقط. ليلى أحمد زاهر بدأت مشوارها الفني من عمر صغير، خطفت الأنظار ببراءتها لكنها غابت عن الأنظار، عادت مجدداً بعد وصولها لعمر الشباب وأصبحت من أشهر نجمات جيلها وعمرها 18 عاماً فقط. ملك زاهر بدأت في نفس عمر شقيقتها، لكنها تميزت عند وصولها لعمر الشباب بأدوار مميزة كشفت موهبتها الحقيقية رغم أن عمرها لم يتجاوز 20 عاماً. رنا رئيس تألقت في العديد من الأدوار الفنية المميزة، قدمت أدواراً متنوعة في الدراما وتفاعل الجمهور مع أدائها المميز، عمرها 22 عاماً فقط ورصيدها الفني أبهر متابعيها. كارولين عزمي حققت شهرة كبيرة بعد ظهورها في الأب الروحي وأبو العروسة، فاجأت الجمهور بعمرها الصغير وأنها لم تتجاوز 26 عاماً فقط. منى عرفة منذ طفولتها وهي نجمة يتابع أخبارها الكثير من متابعيها، اختفت عن الأنظار لفترة في عمر المراهقة، عادت عندما وصلت لعمر الشباب وفاجأت جمهورها بخبر زواجها. مرت منى عرفة بالعديد من التجارب رغم أن عمرها لم يتجاوز 23 عاماً فقط، وأكدت أن هذه التجارب أثرت في شخصيتها وجعلتها تواجه الأمور بشكل أفضل. هدى المفتي خطفت الأنظار بعد مشاركتها في العديد من الأفلام والمسلسلات المميزة، أثبتت أن الموهبة غير مشروطة بسن معين، فعمرها 27 عاماً فقط ورصيدها الفني مليء بالمشاركات في أعمال فنية مميزة مع كبار النجوم.